اليوم تقاسمت معكم جوج وصفات لواحد الصيد كبير اللي هي منهم وصفة الخارجية. وصفة الخارجية اللي فيها واحد المكونات 100% خارجية ولكن عندها واحد الفائدة كبيرة على فروض الرأس ديالنا والشعر ديالنا. فالوصفة الخارجية فيها نص معلقة صغيرة ديال زيت عود السنة، فيها جوج معلقة كبار ديال زيت الورد، فيها معلقة صغيرة ديال الأملاج مطحون، جوج معلقة كبار ديال زيت الحبة السوداء، الزعفران حر كناخذ منه 3 ديال الشعيرات، 4 معلقة صغيرة ديال العنبر، وجوج معلقة كبار ديال زيت الزنبوع ولا الرنج ولا البرتقال المر، ما لقيتوش ديرو في زيت البرتقال، معلقة كبيرة ديال زيت الذرة، ونص معلقة أو نص كاس صغير عفوا ديال زيت الزيتون، ونديرو قريصة ديال المسكة أو المسك عفوا الطبيعي، قريصة ديالو إلا كان عندنا، وهاد المكونات هادو كاملين كنحطهم فوق العافية حتى كطلع الغلية الأولانية. من بعد كنخليوها ليله، كنصفيو هاد المكونات، كنديرو بهم جلد شعرنا وشعرنا، كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع، كنداوم عليها مده ديال 3 اشهر. وما ننساش غادي نتقاسم معكم وصفه شهيره جدا، وصفه اللي دائما كنطلبوها، اللي هي الوصفه الهنديه لجمال الشعر. فالوصفه الهنديه فيها عده مكونات، يلا قيدوا. عندنا 10 ديال الحباز ديال الورد، عندنا 5 ديال الحباز ديال القرنفل، معلقة صغيرة ديال البادية المطحون، معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي مطحون، نص معلقة صغيرة ديال القرفة، نص معلقة صغيرة ديال الفلفلة مطحونة، معلقة صغيرة ديال حبوب الشاي، 3 ديال الوراق ديال الحنة، 3 ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر، ومعلقة كبيرة ديال العسل الحر. كنزيدو عليهم 3 ديال الكيسان صغار ديال زيت الزيتون. كنحطو هاد المكونات فوق العافية حتى كطلع الغلية الأولانية. من بعد كنطفيو عليه، كنخلطوهم مزيان، كنخليهم ليلة. كنصفيو هاد المكونات هادو كاملين بواحد الزيف ديال الحياتين يكون نقي او الفصمه الطايبه، لا كومبريس تيغي اللي كتكون في الصيدليه، حتى كنخرجوا غير الزيت، كنسدوا عليها فواحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، كنحطوها بعيدا عن الشمس والرطوبه. هاد الزيت هذا كنديروا به جلد شعرنا، وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، وكنداوم عليها مده ديال 3 اشهر.